الكلام اللي يمكن دردشت مع كابتن السيد حمدي فيه في الفاصل كلام في منتهى الاهميه، وخلاني ارجع فلاش باك كده. انا عايز حضراتكم تسيبكم من دايره الاهلي والزمالك والبطولات والحاجات دي، ونبص شويه على الكره المصريه كمنتخب، ونبص شويه على الكره المصريه كحجم مواهب، وارجع فلاش باك 40 سنه ورا، ثمانينات، خطيب، مصطفى عبده، وعلاء ميهوب، حماده عبد اللطيف، طاهر ابو زيد، حسن شحاته، فاروق جعفر. انا بكلمك على المواهب اللي بتلعب كوره، وبالتالي في النهايه عندك منتخب اعتقد يمكن بطوله 86 امم افريقيا، وصول كاس العالم 90، دوره الالعاب الاولمبيه لوس انجلوس كانت تقريبا 84، روح للتسعينات، وان كان ابتعاد النادي الاهلي عن بطولات افريقيه لفتره ما في الفتره دي ممكن يكون اثر، بس كان عندك نجوم وعندك مواهب كبار جدا ظهروا بدايات الجيل في كاس عالم 90، ومع المنتخب الشباب اللي هو خد بطوله افريقيا 94 95، جيل عبد الستار على حازم امام على علي ماهر مع رود كرول على سامي قمصان على اسماء احمد حسن، وصلوك لك انك انت خدت امم افريقيا 98. الالفيه الجديده مع الاهلي كانت فتره ذهبيه على الكره المصريه، اربع او خمس القاب بطولات افريقيه للنادي الاهلي مع لقب لنادي الزمالك، وجيل عظيم جدا، حسام غالي، خالد بيبو، سيد عبد الحفيظ، ومن بعدهم طبعا سيد حمدي مع بركات مع تريكا مع حسني عبد رب ومع محمد شوقي مع وائل جمعه مع عصام الحضري، وعد زي ما انت عايز، ممكن اعد لسنين طويله فاتت. نيجي لاخر بقى العشره العجاف، اخر 10 سنين اللي عانت فيهم الكره المصريه، رغم انه الاهلي فيها حقق انجازات كبيره جدا على مستوى افريقيا في ظروف برضو استثنائيه، لكن لما اجي ابص لحجم المواهب يا كابتن سيد في العشر سنين الاخيره، لا مقارنة بالقبل كده مصر عندها مشكلة. عندها مشكلة في المواهب طبعا، عدد اللعيبة الموهوبين قل، دي يعني ما اعرفش مختفية ليه. أي. بس ده وضع قائم يعني كل الناس شايفاه، المواهب فعلا قلت. احنا كنا المواهب قلت والأندية زادت والاستثمار الرياضي زاد والملاعب زادت والسوشيال ميديا واليوتيوب زاد، مع ان كل الامور دي كويسة، يعني كل يعني يبقى عندك ملاعب كتيره وعندك سوشيال ميديا وعندك وعندك اهتمام بالرياضه بس خارجي بس، لكن داخلي بقى تخش جوه لا، في امور صعبه يعني جدا، يعني زي ما المثل بيقول من بره هله هله الله ينور عليك من جوه بالظبط استثمار. طب ليه من وجهه نظرك؟ يعني مفترض ان الانديه موجوده عشان الانديه تحارب عشان تطلع الموهبه. الصراحه الانديه كان الاول بتدور على الموهبه بتروح له وكانت بتجيبه. دلوقتي الانديه للاسف مش بتقوم بالدور ده، لا مش فارقه معاها مش فارقه معاها، وده اثر على المنتخب واثر على الانديه بتاعتهم برضه. يعني الانديه اللي موجوده يعني برضه معلش انا هتكلم على الوقت اللي انا فيه، يعني زمان مثلا في يعني في الوقت اللي انا فيه كان دول مثلا في منتخب مصر الاهلي زمالك الاسماعيلي بتروجيت حرس الحدود سبع ثمان انديه منهم لعيبه في منتخب مصر، تمام، واحد واثنين وثلاثه مظبوط. دلوقتي لو انت ممكن يكون الاهلي وزمالك بس يعني، وده كان بسبب ان في مواهب موجوده في الانديه الشعبيه، وتراجع او يعني دور او حجم مشاركه الانديه الشعبيه اللي تراجع بشكل كبير في السنين الاخيره من وجهه نظرك اثر بالسلب؟ انا اللي شايفه ان الانديه ما بقتش تدور على الموهوبين، ما بقتش تروح للاعب الموهوب وتروح تجيبه وتستثمر فيه. يعني احنا يعني مثلا مثال محمد صلاح في في في, في, في المقاولين استفاد منه لعيب واحد بس او اثنين لعيبه وجايبينه منين؟ طب يعني خلينا اقول لك برضو سؤال تاني. طب انا افترض انه الانديه اللي بعدت دي، ما انا شايف انه اللي انت بتقوله ده بوابه لانها تطلع او تفرغ نجوم جداد، ففريق زي المنصوره، فريق زي الاولمبي، فريق زي الترسانه، زحمه الانديه برضو الامور الماديه بقت عندها صعبه، فعايزه تواكب، عايزه تبقى موجوده على الساحه. فهي هتجيب موهبه وتستثمر فيها ولا تدور على الدخل بتاعها عشان تقدر تواكب الامور اللي احنا فيها دلوقتي، الامور الماديه الصعبه دلوقتي. دلوقتي اللي معاه فلوس هو برضو بس انا نجم واحد النهارده عندي ممكن يحل لي ازمه ماليه. انت لسه بتقول صلاح اهو، يعني صلاح لغايه النهارده يمكن او لغايه قريب كان المقاولين بيستفيد من بالظبط، انا قصدي منه بشكل كبير. يعني
يعني كان الانديه برضو كان عندها كتير، كان عندها لعيبه كتير، يعني اقصد اقول لك كان عندها لعيبه كتير وبتحقق بطولات وتبيع والدنيا كانت كويسه. انا شايف ان الانديه زمان احسن من دلوقتي، احسن ما بتفكر في الاستثمار، لان زمان كان لها شان وكان لها سمعه كويسه وكان عندها لعيبه بتقدر توديها انديه وتبيعها الانديه ولعيبه تحترف، وكان الانديه كلها بصراحه وكان قوام في منتخب مصر، من كل الانديه كان موجودين في منتخب مصر. دلوقتي الموضوع قل، زي ما بقول لك ما فيش لعيب دلوقتي من الانديه الشعبيه ولا حتى الانديه الاستثماريه موجود في منتخب مصر. كلهم قريبين من الاهلي والزمالك، لان هم دول اللي على الساحه، يعني دول اللي موجودين، ما بقاش فيه الكثافه او يعني كثره الموهوبين في الانديه. فاحنا في ازمه اتمنى نحلها، يعني نتمنى الازمه دي نحلها، نحجمها ازاي انا مش عارف. مين اللي